حقيقي الشهرة بتغير، ده اللي بيتقال على محمد عامل النظافة اللي بعد الشهرة الفلوس بقت بتجري في إيده، شاف نفسه وعمل حاجات محدش يتخيلها، خناقات على بنات عاوزهم يجوا معاه البيت، بس إيه حكاية إنه عايز يعمل شركة إنتاج، وإيه حكاية العلقة السخنة اللي أخدها، تفاصيل ومفاجآت عن اتهام البنات ليه هنكشفها في الفيديو ده. عامل النظافة اللي قلب الدنيا لما تعرض لموقف وحش في كشري التحرير والكل تعاطف معاه، من بعدها وهو بقى حديث الشارع المصري وقلب كمان الشارع بتصرفاته الغريبة، محدش بقى فاهم هو غلبان ولا نمرود. الترند كل دماغه، وبقى كمان بيضحك على البنات ويقول لهم ان هيخليهم يمثلوا وياخدهم معاهم البيت. وظهر من كام يوم وهو مصاب في عينه وحكى ان شخص معاه في الشارع اسمه محمد جمال ضربه علقة موت، وإنه مش هيسكت ولا هيسيب حقه، لأن ده هيأثر على مستقبله، لأنه كان بيخطط احتراف التمثيل. وكل الناس اللي اشتغل معاهم في الفن والنجوم والمشاهير اتصلوا يطمنوا عليه، وإن أكيد مش هما السبب في اللي حصل له، وإن ياريت مفيش حد يبص له في رزقه، يعني لو جاله دور تمثيل ولا حاجة ده رزق من عند ربنا، وإن المنتجين هما اللي بيتكلموا معاه عشان يظهر مش العكس. الموضوع طلع أكبر من كده، ومحمد صدق نفسه أنه بقى من المشاهير، ودخل الحوار بقلب قوي، واتخانق على الموديل بوسيكات مع محمد جمال صاحب شركة الإنتاج، وكان عاوز ياخدها معاه البيت بحجة أنه بيعمل شركة إنتاج، والموضوع قلب بخناقة بين الطرفين على بوسيكات البنت اللي كانت معاهم، واللي طلعت حكيت القصة كلها، وأن محمد ضحك عليها وكان عاوز ياخدها معاه لبيته. في ناس كانت شاكة في القصة اللي قالها عامل النظافة، وإن ممكن اللي عمله ده يكون مجرد شو عشان يظهر أكتر، بس الحقيقة إن الموضوع طلع أكبر من كده. الحوار كله خناقة على واحدة وهي بوسي كات، واللي ضرب محمد صاحب شركة إنتاج، وكانوا بيتخانقوا على بوسي، وإن كل واحد فيهم عاوز ياخدها معاه البيت بحجة إنها تمثل معاه. من فترة برضو حصل لمحمد مشكلة كبيرة مع ابن الفنان شعبان عبد الرحيم، واللي كانوا هيغنوا مع بعض، وقتها حصل خناقة كبيرة جداً بينهم، وعصام أهانه وقال له أنه بيديله كل يوم حوالي 200 جنيه، وأن كان مرتبه 1500 جنيه لما كان شغال عامل نظافة، والمفروض يحمد ربنا ويفتكر أي حاجة حلوة هو عملها معاه مش يروح يقدم فيه محضر. وكدبه عادل وقال أنه بياخد الفلوس مقابل أي برنامج بيطلع فيه، وأنه مش زعلان من اللي بيحصل، وأن الإنسان بيتعلم. حاول كل الموجودين يهدوا الدنيا ما بينهم، ولكن فشلوا، وقام محمد ومشي وساب المكان.